امبارح، رغم انه كان في بعض الانتقادات العنيفه لجونيور ارجاي في الفتره الاخيره، لكن تالقه امبارح نسى الناس كل حاجه، كل حاجه خلاص. جونيور ارجاي النهارده البعض بيصنفه بانه المهاجم رقم واحد، يلعب على وليد ازارو، يلعب على مروان، يلعب على صلاح محسن. انا بقول لكم كلام الناس اللي قابلتها من امبارح للنهارده، كل الناس، كل جمهور الاهلي بيتكلم على انه جونيور ارجاي ما يلعبش غير في الحته دي، لانه الحقيقه هو في الحته دي دايما بيتالق، دايما ما بيكسفش مدربه. الكوره دي مثلا كوره من لمسه واحده ممكن البعض يعتبرها سهله، لكن قارنوا بالثلاثه اللي موجودين معاه، مع كامل احترامي وتقديري ليهم، وليد ازارو لعيب كويس جدا، مروان محسن لعيب كويس جدا، وصلاح محسن لعيب كويس جدا، وصلاح محسن انا بعتبره مع مصطفى محمد هما الاثنين امل مصر في السنين اللي جايه في المركز ده، اثنين مهاجمين مختلفين تماما كستايل، والاثنين ليهم مستقبل كبير. لكن جونيور اجاي نجح بقوه في اللقاء امبارح، تحركات وخلق فرص والحقيقه حتى الهدف الثاني اللفه اللي عملها، يعني مهاجم، هو مهاجم مش واحد بيلعب في المكان ده يعني اضطراريا او عشان بس، اللفه دي الحقيقه يعني كلفه دفاع الزمالك بيها، واعتقد بانه حجز مكان في تشكيله فايلر في الفتره اللي جايه.